ديمبلي، هاي المنطقة ما حد يفوت لها بس الاسباع. لا شكو جبتني؟ غرت ديمبلي. لك بابا انت لا عبالك سموني ديمبلي لان سريع بالطفرة. لا عاد ليش؟ لا هواية طب للمستشفى. لك جوا جوا ابو الهيل، شنو هم ذول السيطرة؟ صدق؟ اقول لك ها زيزو، انت تدري هاي المنطقة ما حد يطبلها بس اسباع ويقول لك ناس من سيطرة. لا شكو جاي خلنا نرجع. وين ترجع؟ يا محمود انا اسمي سيطرة شو راح نفوت؟ بعد جين. زين انت عندك واحد جاي يسوي لنا دعوة؟ لا. يسحبنا؟ ماكو. كفيل؟ ما اعرف. زين ما بيه خدمي؟ لا عاد خلنا نرجع. وين؟ اقول لك هسه انت تريدنا نفوت لهاي المنطقة مو؟ اي وتريدني اقتل هذولة. لا شكو جايبك؟ زيزو انت ليش جايبني لهذا المكان؟ حتى نقتل ذولة ونطب المنطقة غير؟ نقتل ذولة؟ اي. اقول لك هو السبع شنو؟ اللي عبي بس كله رق. شوف ما مقسمت ان نتعارك، رقي ماكو، يلا خل نروح. تعال ما تقول لي وين رايح. والله زيزو فت سؤال. ثلثين المراجل شنو؟ هزيمة. زين سوي ثلثين او ثلث؟ اقول لك هو كم جبان ولا الله يرحمه؟ ألف. حيال خير منه، الله خل نروح يلا نشدي. تعال انت بس تريد تصفر. زيزو ثلثين ولد مو على الخال؟ اي وانت خالك سبع. بس انا ما اشبه خالي، خل نروح. وين تروح؟ اقول لك دنبلي. تريد تخوفهم؟ اي انزع له. شنو؟ يعني اقصد انزع السترة. كافي اذيتني. اقول لك زيزو يمكن احترت الدنيا لين هذا انزع السترة. لك لا هذول دي يخوفوني. دي يخوفون احنا؟ واحنا مبين علينا خايفين؟ ها وينكو؟ زين خل نروح. لا لا تروح بابا، انت مخوفه. شو اسوي له؟ كفر داناتك. ماشي. لك شنو هذا؟ لك كفر دانه. اي ولد ابو مصلحه، خو ما مثلك غبي، خليتنا نوسخ الستره. اقول لك يا معود احكي لك سالفه. شوف سوي. مره انا وصاحبي كنا نتمشى فاجيت اطوق السياره. لك لا بس خل اكمل، يعني سوي فعاليه يعني 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 خوفهم. ها يعني قصدك سوالف وحركات شلون بروسلي وهيك يعني. اقول لك اني من الساطش شنو جيت بحيث حركه ما اقدر اسوي. سوي هيك يلعب حديث. اقول لك هاي ما فادت. شنو خوفه يعني؟ شو اقول لك؟ قول له تعلق. انا بهاي القوه. ايه اقول له تعلق. اقول له قلبه يا ام وليد. انا 92 يعني اكبر مني بخمس سنوات. ليش انت يا ام وليد؟ انا 97 يعني اصغر مني بخمس سنوات. لا تخلي نروح. وين تروح؟ اسمع لك، انتوا تعرفون محمد الشاكل على الغداء؟ شو يتغدى؟ بامي. لك انت شلون تطيج اسرار؟ هاي معلومات ما حد يعرفها عني. ليش؟ بك طلع يتعشى سبايسي، شو اقول له؟ زين انتوا تعرفون ديمبلي شو صحوله بالمنطقه؟ انا اعرف لهذا الولد، انت مو تطلع بالبرنامج اسمك ابو الهيل؟ والله ابو الهيل. لا هاي كانت بالموسم الرابع. قل له تعال. تعال. انا ما اجي، اللي يريدني هو يجي. حقه اللي يريدنا هو يجينا. باوع. لا عاد اقول له انتوا تجون واحنا نجي. زين قلبي انتوا تجون واحنا نجي. جايين. زين ماكو خدمي. اقول له؟ قول. يمكن جاك اتصال. ايه. بجاني بس مستحي منك. واخذ راحتك. الو. ها سوسن. شلون؟ مول؟ طابق الثاني؟ ايلاينر؟ ماسكارا؟ فونديشن ما يطب للبين. سدتك بوجهي، اليوم نرجع مشي زيزو. الو هاي امه. لا انا هيك منطقة لازم واحد. لا مو عركة بس متلازمين. بعد ويننا وين العركة؟ بعد عض لسان وهيد وان هيد. من تخلص اخابرك. ماشي يلا باي باي. هيد هيد وان هيد هيد وان هيد. لك اقول لك سويناها كلهن. الله يخليك نزل ايدك. انت نزل ايدك بالاول. يلا نزلتها. انا هم نزلتها. اقول لك تعود ليش ناس من سيطره والا تقتلون العالم يلا تفوت المنطقه. مو احنا ناس من سيطره، انتوا ناس من سيطره. اي واحد يفوت تقتلوا. احنا ما ناس من سيطره ولا احنا ناس من سيطره. اصلا انا جبان. انا اجبن منك. صدق والله العظيم. تقولي من الاول. شلونك حبيبي؟ شو صار؟ شو اخبارك؟ ما عرفني بصديقك. صديقي جبان. حبيبي جبان. قبل انقتل. صديقي هم جبان. حبيبي يا لو سهلا. لو قلبي بدون قلبك حبيبي.
بس اخويا ما قلت لي انتوا راح تطلعون منا لو منا والله وياكم احنا جايين نفوت المنطقه هاي جت السيطره نهزمه الجبانيه يا السيطره